بدنا نتعلم الاحرف وهن 28 حرف. ريال؟ لا شريفة، كل هالحكي اللي حكيناه ب 28 حرف، شبكي شو من اولها بدك تعلمينا غلط؟ لا وستين نبي مو مزبوط. خالتي امزيكي شو بعمل لك اذا كل الاحرف اللي بالقران الكريم هن 28 حرف؟ او ها سمعتي 28؟ انا بعرف. طب امزيكي خلينا اعرف نتعلم يوه. يبليكي بحمه اتعلمي مين ماسكه؟ شو بدك تطلعي ابو كاتو زمانه؟ لسه خرسي بلي. اي والله خالتي امزيكي خلصنا نتعلم. توف يبليكي بحمه انت الثانيه خرسي. امزيكي فريال سمعوني انت وياها، خلونا نعرف نتعلم. رح بلش هلا اكتب الاحرف على اللوح. ألف باء تاء تاء. ألف لا شيء عليها، ألف لا شيء عليها. ب وحدة من تحتها، ب وحدة من تحتها. ت تنتن من فوقها، ت تنتن من فوقها. ألف لا شيء عليها، ألف لا شيء عليها. ب وحدة من تحتها، ب وحدة من تحتها. و وآخر شي الياء. رجعتي؟ أنا كيف بينكتب اسمي؟ اسمك يا فريال بينكتب من 5 حروف. شوفي، فا را يا ألف أولى. هذا فريال. لو 60 نبي مو هيك بينكتب اسمي. عم تغلطي خجاتي، مو صح هذا الحكي. انا بعرف كيف مكتوب اسمي على المالكانات تبعي. لك هي خجاتي افهم منك. لك مو هيك بينكتب اسمي. لك اسكتي افهم افهم. بالله ايه معناها طلعي فرجينا كيف بيكتبوا اسمك فريال خانو. اه خلص خلص اكتبي اللي بدك اياه. قومي فريال خانو. لك قومي قامت دب لا يرقص اكل له 7 تنبوت. قومي خجاتي ضبي لسانك امزكي. امزكي فريال. قومي فريال، قومي فرجينا كيف بينكتب اسمك. يلا قومي فريال. خلص طبعا خجعتي. لك لك هو انا بالكتيبه يعني ما كتير شاطره، شيت انه ما بعرف بكتب. بعرف بكتب بس بالقرايه بربض. بربض؟ مو ناقصك الا توقفي على باب المحكمه عرض حال جيت تقبري قلبي. قولي لي خجعتي. امزكي خلصينا، قومي فريال. يلا قومي يلا 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 هاتي. خلصينا فريال. فرجيني لشوف. عفارم عليكي. يعني مزبوط؟ مزبوط بس الفاء ناقصة نقطة. دي أكلتي النقطة؟ النقطة ترشك إلهي، إمتى أكلتي النقطة وليه؟ روقينا أمزكي روقينا، خلينا نعرف نكمل هالدرس. يعني مو كل وحدة فيكم بدها تعرف الأحرف مشان تصير تكتب اسمها لحالها. خجاتي خجاتي، أعطينا وظيفة مشان نكتبها على السفينة ونتعلم. يا فريال بدي أعطيكم وظيفة، بس بالأول خلوني أتأكد إنكم بتعرفوا الأحرف. رجعتي ارصدني والله ارصدني ربك. يلا اولاد وياهم جدول الضرب. 1 × 5 5 × 2 × 5 10 3 × 5 15 4 × 5 20 5 × 5 25 5 × 6 30 5 × 7 36 البي واحدة من تحتها، والتي تنتين من فوقها، والثي ثلاثة من فوقها. ايه بكي لك بطلتي وياها عيب. خلاص يا جماعة وجعني راسي من طلب العلم. ايه بعت له حمى العلم وساعته. قومي جيبي لي كاسة مي بلي. قومي خالتي امسكي هلا وقت كاسة المي بدي اتعلم. قومي بليكي بحمى انت والعلم. قومي. ومن هالاحرف بتصير كلمة يلي بيطلع منها اسمنا والحكي اللي بنحكيه مثل بالقرآن الكريم. اليوم رح نتعلم بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي خالتي امسكي هي كاسة المي. يسلموا ايديكي. عادي مطيعة عادي. بسم الله الرحمن الرحيم هيك بتنكتب. واليوم بدنا نتعلم كيف نستخدم الأحرف مشان نعمل منهم كلمات.
ماشي قومي فريال. لوين؟ على اللوح. قومي قومي هالمره خليني من هول، المره الجايه بطلع. ايه لا قومي لك، قومي خلصينا قومي. يلا خالتي فريال يلا. لك شو بكون استريحه جاي انا مثل ما بكون كل حياه. هذا الحرف شو؟ هذا الحرف الف يعني مصطيجه. لك مو مصطيجه، عصايه عصايه. طب وهذا الحرف شو؟ انا ها ها تحته نقطه. اب يب بدن العدوي. طيب وهات شو؟ بنقطة ولا بلا نقطة؟ لا يلي بلا نقطة. اللي بلا نقطة هذا حرف ال عين. لك شو؟ العين. العين خجاتي والعين تضرك. وها عليكم. في شي معك معلم؟ ما معي شي. شوفت عينك. ها ليكني معك شبريه. لا شبريت لك رستور، شبريت. ايش جديد عليك؟ تخفي لك تخلي حدا يشوفك. تكرم سيدي تكرم. سلام عليكم. الله معه. هني عبدو. سلام عليكم عمي. اهلا وعليكم السلام. كاسه شاي يا عاصم لعبدو. ما بدي عمي ما بدي. لا تغلب حالك عاصم. عمي أنا جاي لعندك أحكي جوز كلام بخصوص العرس. شنو القصة طولت وصار لازم ننهيها بقى؟ إيه شو عليه؟ مثل ما بدك، هات لشوف. عمي من بعد أمرك. بركة الخميس الجاي منحدد يوم العرس. معلومك رمضان على البواب، من بعد منه العيد ولهجته. فأنا قلت بعلي خلينا نخف إيدنا شوي. وغير هيك وهيك كتر خيرك يا عمي، أنت فضلت على راسي من فوق ما في كلام. لا يا عبدو، ليش هيك عم تحكي؟ نحن أولاد حارة وحدة، لا. ربي يكرمك عمي، ربي يكرمك وديمك فوق راسنا. يلا بدك شي مني؟ عود عود شرب شاي. معلش عمي خليني اقوم الحق روح على البايكه، حاكم اليوم اخر الشهر وبدي ظبط الحسابات. مش عن حصه معلمي ابو قاسم وحصه المستوره بنتكم. يا الله يعطيك العافيه ويقويك. يلا سلام عليكم. الله معك. مرزوق يستر عرضك ببارك على البسطه حصه وراجع تكي. ما تطول ما تطول. ها عليه عمي. وينك عمي؟ والله شو بيعرفني، حمل ضرب طريقه وطلع وترك زبون معي. لا حول ولا قوه الا بالله. هو عصام في شي شاغل باله؟ ايه في شي شاغل باله عمي. الله يوفقك. امسك لي زبون خلينا نقلع له درسه. امسك لي اياه. يلا صبت لي راسك عمي ابو عماد. يلا بقى يلا هالدرس. رخي حالك رخي حالك. وينه؟ تعال شوي لحظه شوي. يلا صبت لي راسك. صبته صبته عمي صبته صبته. وينه عمي؟ هذا اخر درس بيتمك عمي ابو عماد. ان شاء الله الف مبروك. كتر خيرك عمي. الله يعطيك العافيه. هات هات عنك هات عنك هات عمي. هات 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 عمي. افتح افتح ايوه. لا تنسى لي هاي الدواء. خذ عمي هذا الدواء بتحطه بالليل بس. ها مو بالنهار بس بالليل. افتح تمك افتح ايوه. يلا لحظة وفك. وينها طيب؟ الطيف عصافيري. راحة. أنا
الخفيفة أنا الظريفة، بقوم من حضن الوزير بقعد بحضن الخليفة، بزيل الغمايم وبخلي الحلو نايم. يا حذركم شو هي؟ بعرفها بعرفها على راس لساني. قولي قولي. اللهم صل على النبي. اللهم صل. يا على عيونك يا فوزية مالك. المخدة المخدة. يا على عيونك شو بتحبي النوم؟ اسكتي قولي أنت لشو شو بدك تكون يا ترى؟ يا ترى شو يا ترى؟ الحاف الحاف أكيد الحاف. يا حبيبي يا حبيبي شو ما حزرتي؟ قميص بكدوس. يا عليك شو بتحبي بطني؟ يا لعينك شو بتحبي بطني؟ رح اقول لكم اياها بس بعدين بدي اعطي. ايه يسلموا الايدين يا خالتي الله يرضى عليك. عجزتوا؟ عجزتي؟ عجزتي؟ يا عليكم مروحه مروحه. فعلا مو خزيت العنادي قالت فعلا مروحه. لكم شو عم تحكي ناديه خانو؟ لا يوه من هلا ورايح احسبي حالك وحده مننا. ست ناديا عدم المؤاخذة يعني انت سألتينا عن رجالنا صار دورنا نسألي. هلا انت بتشتغلي نيرسة ولا شغلة تانية كمان؟ لا ابدا انا بشتغل بس نيرس. شو قلتي شو قلتي عيني؟ نيرس. ها دستور من خاطرك هي ما فهمتها والله ما فهمتها. وانت ليش لهلا ما تجوزتي؟ يا فوزية يبليك بحمى وبردية على السؤال. شو بدك فيها إذا تجوزت ولا ما تجوزت؟ خرسي. يو شو حكيت يا مزكي؟ دائما هيك بتطلعي لي سجع عرض انتي. معلش معلش خليها تسأل. صراحة